وما في شيء بالسلم باللي انتوا هالبيت. نعم سيد. لا وانك صرتوا اربعه. نعم سيد. بالكامل بالكامل. هذه منطقه البوسيف هسه؟ هذه المطار والبوسيف. هاي البوسيف لو هذه؟ ايه هذا البوسيف المتل العالي البوسيف. صحيح. واللي بالاسفل تعال خل... تعال يا ابن تعال يعني مستوصف هو مستوصف حي سومر بالاصل مستوصف. ايه ايه مستوصف, مستوصف, مستوصف يعني قوي. بيارنجا واحد وين واحد اثنين ما مفتوحين؟ لا لا, لا ما جاكم احد من الصحه؟ ما جاكم اي مسؤول؟ انا اخترت والله احتياجاتنا ميه مرات ينقطع ما يجي الميه. كهرباء الوطنيه البارد كله ماكو البارد كله مقطع البارد. المحاولات كلها ماكو اسوال كلها مفجره. مضروبه طلقات المحاولات. فشو احتياجاتنا؟ كل شيء ما نحتاجه يعني بس هاي نحتاج هاي. تنفتح الشوارع تنظف الوسخ حتى لا تصير اشياء رخيصه وامراض تصير بالمواطنين وهذا هو. منطقتنا يعني غير منطقه اريد لا كل من انت اذا حافظت على منطقتك وبيتك بالمعلومات تنطي القوات الامنيه انت راح تحافظ على امن بيتك واطفالك طبعا زين ونريدهم قضيه التطوع الشباب الموجودين اللي مثل ما عنده شغل وما عنده هذا خليه يتطوع يحمي منطقته خله مو الله يحفظها سرير ان شاء الله يبارك فيك والله ما مسرح اليوم فتح ان شاء الله الشارع الحمد لله الحمد لله البيحة وعدتكم جيت قلت لكم باكر ان شاء الله يفتح معي الشروب بالماء والمواد ان شاء الله باكر او بعد راح تجي بقيه المنطقه اللي ما عندها ماء ان شاء الله ان شاء الله ترجع الدنيا بخير ان شاء الله ما يخالف رواتب ان شاء الله حتى التربيه على التربيه انت الله السلام عليكم مرحبا حبيبي هلا مرتاحين عندكم في الشارع ان شاء الله طيب الدكان هنا عندك محل؟ اه البارحه جينا انا وعدناكم انه نفتح الشارع ان شاء الله الشارع والمي اليوم وان شاء الله العافيه درجات ان شاء الله انتم منطقتكم انتم حافظوا عليها وانتم بدوا عليها الشغل كان لنا زيارة يوم أمس إلى منطقة حي سومر ودوميز وحي فلسطين وحي السلام ويارمجة كان هنالك يعني عدة أمور يعاني منها المواطن في هذه المنطقة بالحقيقة في البداية أحب أن أشكر القطاعات الأمنية الموجودة في هذه الأحياء لواء اللي هي لواء 73 الموجودين أحب أن أشكرهم بالنيابة عن أهالي هذه المنطقة اليوم لهم دور كبير بالحقيقة معاناة كبيرة في هذه المناطق منها قضية الماء قضية الكهرباء بالإضافة إلى النفايات الموجودة في هذه المنطقة وكان هنالك قضية وهي منع سير المركبات في هذه المنطقة ولكن يوم أمس التقينا بالسيد العميد الركن شكر والأخ المقدم بخصوص تقديم المساعدة لأهالي هذه المنطقة
ويعني اتفقنا على ان نقوم بفتح الشوارع، وكذلك قضيه الماء، توفير الماء لهذه المنطقه. اليوم الحمد لله حضرنا الى هذا الحي، واليوم قمنا بفتح الشوارع في المنطقه، وان شاء الله الماء اليوم ان شاء الله يجي باكر، وبعد باكر ان شاء الله يتوفر بشكل كامل على هذه المنطقه، وان شاء الله مستمرين في العمل في خدمه اهلنا الموجودين في هذه الاحياء بالتعاون مع القطاعات العسكريه الابطال الموجودين في هذه المنطقه. روح روح، هي روح روح عندك.